بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نمضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. ما أحلى وما أجمل أن نستفتح بها كل حياتنا وكل شؤوننا. اللهم ارزقنا بركاتها وأمدادها يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي يقول في كلماته الشريفة المنيفة: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا نعمة مزداة، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهلا بكم في ليالي تشرق فيها شمس المحبين، أضاء الله الأكوان بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه، لذا أفلت أنوار الأكوان وبقيت أنوار السرائر. نعم، شمس النهار تغيب بالليل، وشمس المحبين أبدا لا تغيب. فأهلا بكم في ليلة جديدة وإشراقة جديدة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي، من هنا من هذا الرحاب الطاهر بجوار مولانا الإمام سيدنا الحسين، في هذا الرحاب التي تتنزل فيه الآن هذه الرحمات وهذه النفحات في هذا الشهر الكريم، في هذه الأيام الأخيرة لشهر رمضان. نعم، من تحب تريد أن يبقى معك طويلا طويلا. لو علمت أمتي ما في رمضان من خير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. اللهم اجعل كل أيامنا رمضان يا رب العالمين. أهلا بكم في هذه الليلة من ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتبث هذه الليالي على شاشة النيل الثقافية من خلال هذا التعاون المثمر والبناء ما بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام. فأهلا بكم في كل هذه الليالي المنيرة. هذه الليلة تأتيكم لنتحدث عن فضل العشر الأواخر، ولقد أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر لنتلمس الطاعة في كل لحظة وفي كل ثانية. ويقولون دائما ليالي المحبين كلها قدر. فأهلا بكم. اسمحوا لي أن أرحب بأصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدائم الجندي الجعفري، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور رمضان محمود يونس أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية. ونستفتح بالذي هو خير يتلو علينا من آيات الله البينات الشيخ يوسف حلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ما أجمل أن يؤتى القارئ مزمارا من مزامير آل داود والله لو كنت أعلم أنك تسمعني يا رسول الله لكنت حبرته لك تحبيرا هكذا قال سيدنا أبو موسى الأشعري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن رسول الله سمعه وهو يقرأ القرآن ومن هنا نشأت دولة التلاوة في مصر مصر دولة التلاوة أهلا بكم في هذه الليلة الكريمة ودعونا نتحدث الآن عن النفحات في هذه الليالي يحدثنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري وكيل كلية الدعوة الإسلامية فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فتح بمفاتح الغيوب أقفال القلوب وعجزت العقول عن إدراك ذاته وتاهت فهوم الفحول في أنوار معرفة صفاته وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الدنيا والآخرة محمد إذا نطقت الاسم فاحتشمي وقف جلالا وعظم ذكر هاديك محمد أما تعي ما قد نطقت به من نوره مزج الأكوان بالنور باريها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين أما بعد ففي البداية أتقدم بجزيل الشكر لوزارة الأوقاف التي
تقوم بهذا الجهد المبارك، وأتقدم للإعلام الذي يتصل بقلوب الناس من قناة وزارة الأوقاف، ثم أثني بفضل العشر الأواخر من شهر رمضان، بداية التفاضل والاختصاص سنة كونية، التفاضل بين الزمان، فالليالي تختلف عن الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر، والشهور تختلف عن الشهور، فشهر رمضان خير الشهور، والأيام تختلف عن الأيام، فيوم عرفة خير من غيره من الأيام. التفاضل والاختصاص بين الأزمنة وبين الأماكن والبقاع، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وبقية المساجد خير البقاع، والأنبياء خير البشر، وأعظم البشر هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعقب رسول الله الفروع بعد الأنبياء. يقول سيدنا الإمام علي: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائك ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مشوب لحمها بدمي ولحمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. التفاضل والاختصاص سنة كونية، ونحن في الليالي العشر التي نزل فيها القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن هو الذي نزل في ليلة القدر، فالقرآن منزل ورسول الله منزل على قلبه، منزل على قلبه القرآن، إذن القدر بالقرآن وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي العشر كان يشد مئزره ويقيم ليله ويوقظ أهله كما ورد في الحديث، وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقيم الليل ويوقظ في آخره أهله ويقرأ قول الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في الليالي العشر تحيا الأرواح، تحيا الأرواح، وقد جعل الله تعالى الليالي العشر في آخر الشهر، لماذا لم تكن في المقدمة؟ لأن الليالي العشر نتيجة لمقدمة، فالمقدمة فيها الصيام، والصيام فيه تزكية للنفس، والأنفس إذا صامت زكت، وإذا زكت نقت، وإذا نقت صفت، وإذا صفت اتقت، وإذا اتقت هامت، وإذا هامت طارت، وإذا طارت أشرقت فيها الأنوار، وأنوار رسول الله تجلية وتصفية وتحلية. نحن برسول الله، كيف نبدأ وكيف نعيش هذه الليالي العشر؟ أول ما نقوم به هو التوبة والاستغفار، أكثروا من الاستغفار، وكل شيء يبتدأ بسيدنا رسول الله حتى الاستغفار، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
لوجدوا الله توابا رحيما. يقول أحد العلماء: قلت في نفسي كيف أذهب إلى رسول الله جاءوك وقد ذهب عصره؟ فقرأت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم فإذا وجدت فيها خيرا حمدت الله وإذا وجدت شرا استغفرت الله لكم. فأقبلوا على سيدنا رسول الله، تواترت الأدلة والنقول، فما يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طري هلال ليس يطرقه أفول، وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه ذبول، وأن الدود لا يأتي إليه، وكذا الآفات ليس لها وصول. حبيبنا تأتيه الملائك كل وقت تحييه وتسمع ما يقول، وكذا الأعمال تعرض كل يوم عليه كي يسر بها الرسول. القدر برسول الله، فهو الذي نزل عليه القرآن، استغفار، أكبوا على الاستغفار وعلى القيام، أقيموا الليل في هذه العشر. سيدنا أبو مسلم الخولاني يقول عن قيام الليل: أيظن أصحاب محمد أن يزاحمون عليه فيفزع للقيام؟ وكان سيدنا عمر يقيم الليل، هذا دأب أصحاب سيدنا رسول الله. والسيدة معاذة الأنصارية كانت تقول إذا أقبل الليل: يا رب هذا ليلك قد أقبل، وقد خلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيبي يا رب. حتى إذا قامت وأقبل الصبح قالت: يا رب هذا صبحك قد أسفر، ولا أدري أقبلت مني فأهنى أم رددتني فأعزى. استغفار وصلاة على سيدنا رسول الله، فالصلاة على النبي تجلية لكل صدأ، تجلية لكل ذنب، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. قالها رسول الله لسيدنا أبي بن كعب عند ذكره الصلاة على رسول الله. ثم يأتي بعد ذلك الإنفاق، فكل عمل في العشر الأواخر كعمل ألف شهر، كعمل ألف شهر كما قال العلماء، وأكثر من ذلك خير من ألف شهر، يعني 83 سنة عمل واربع شهور في ليلة واحدة. يقول سيدنا أنس، يقول سيدنا أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه تصاغر أعمار أمته لما أطلع على أعمار الأمم السابقة، فجعل الله ليلة القدر خير من ألف شهر. علينا أيضا بالإنفاق كما قلنا، وسيدنا رسول الله كان أجود الناس كما نعلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل عليه جبريل فيعرض عليه القرآن أو فيدارسه القرآن كما في رواية. سيدنا رسول الله علمنا الإنفاق والتواضع، وهو من؟ هو سيد الدنيا والآخرة. تقول السيدة عائشة: ولم يرى رسول الله قط فارغا، إما يخصف نعلا لمسكين أو يخيط ثوبا لأرملة. رسول الله سيد الدنيا والآخرة يخصف نعال الفقراء ويخيط أثوبة الأرامل. علينا أيضا بالإيثار، علينا بالإيثار في هذه العشر وفي غيرها،
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيثار، أن تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة. في يوم الخندق، في يوم الخندق، وكان رسول الله يحفر الخندق، لم يذق رسول الله الطعام 3 أيام تباعا، حتى إنه ربط بطنه صلى الله عليه وسلم. فجاء سيدنا جابر بن عبد الله فرأى صفرة الجوع في وجه سيدنا رسول الله، فذهب إلى زوجه وقال: والله رأيت ذبول الجوع في وجه رسول الله، أعندنا طعام؟ أعندنا طعام؟ قالت: عناق شاه صغيرة، اذهب إلى رسول الله فاهمس في أذنه وقل له: يا رسول الله، غداؤك اليوم عندنا، فلا تخبر أحدا. الزاد قليل، 5 كيلو لحمة هيكفوا مين؟ والذين يحفرون الخندق مع رسول الله 800 رجل. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، أخوكم جابر يدعوكم اليوم للغداء. ففزع سيدنا جابر وتغير لونه بين الحمرة والصفرة، فرأى ذلك في وجهه سيدنا رسول الله، فقال: يا جابر، اسبقني إلى أهلك ولا تضعوا لحما في قدر ولا عجينا في تنور حتى آتيكم، حتى آتيكم. فذهب سيدنا جابر وقال لزوجته: أخبر النبي أصحابه سيأتي رسول الله في 800 رجل. ففزعت فقالت: أقال لك رسول الله شيئا؟ قال: نعم. قالت: وماذا قال؟ قال: قال: لا تضعوا لحما في قدر ولا عجينا في فرن أو تنور حتى آتيكم. تمام، سكنت ثائرتها. فجاء رسول الله والركب معه، فوضع اللحم بيده في القدر صلى الله عليه وسلم، ووضع العجين في الفرن بيده صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي: فقمنا فأكلنا من اللحم والمرق، أكل 800 رجل، وأكل سيدنا جابر وآل بيت سيدنا جابر، وأكل سيدنا رسول الله، وبقي من اللحم فضله. فقال رسول الله: تابعوا جيرانكم بما بقي من اللحم. هذا هو الإيثار. فلم يقل رسول الله: نفسي نفسي، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهو الذي سيقول: أمتي أمتي، في الآخرة يقولها وفي الدنيا قالها صلى الله عليه وسلم. إذن اربطوا قلوبكم برسول الله، اجعلوا منفذ الليالي العشر هو باب سيدنا رسول الله، جاءوك فاستغفروا الله. الدخول من باب سيدنا رسول الله هو عين القبول، وهو عين النجاة، وهو الذي علمه رسول الله للأنصار يوم أن وزع الغنائم صلى الله عليه وسلم، فعاتب حي من الأنصار لأن رسول الله وزع الغنائم على بعض المؤلفة قلوبهم، عاتبوا. فبلغ الخبر رسول الله فقال لسعد بن عبادة يسأله عن حال الناس والذي يحدث، قال: يا رسول الله، إنما أنا امرؤ من الأنصار. قال: ادعوهم عند حظيرة كذا مكان. فدعاهم رسول الله يدعوكم، فجاءوا لرسول الله فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، ما قيلة قلتموها ووجدة وجدتموها في نفوسكم لشيء قليل من الدنيا؟ يا معشر الأنصار،
ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله قلوبكم بي، يا معشر الأنصار قولوا ولو قلتم لصدقتم وصدقتم، أتيتنا عائلا فأغنيناك، مكذبا فنصرناك، قولوا يا معاشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالبعير والشاء وترجعون أنتم برسول الله، وترجعون أنتم برسول الله؟ سيدي يا رسول الله، روحي وروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، ففي ذكره نور وفيه نعيم، اجعلوا بابكم في العشر الأواخر هو رسول الله، هو سيدنا رسول الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت فينا، أنت فينا، أنت فينا، والله لا نعذب يا حبيبي وأنت فينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا نحبه كثيرا ونشكرك كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسليما كثيرا. وهذه صيغة من صيغ سيدي صالح الجعفري رضي الله عنه وأرضاه، وصدق الشاعر الذي يقول: قالوا حرام أن أحبك أكثر، هذا لأن قليل حبك أسكر، خبأت قلبي من سهامك قال لي عند احتضاري يحمد الحب السرى، ما في بني النجار مثلي عاشق، فرش الفؤاد لحر نعلك بيدرا. فقرأ: فلست بقارئ أنا طائر، جبريل حرك ريشه فتبعثر. لا ترتجف فالصبر عند الرعشة الأولى، وهذا البرد أقدس ما اعترى. فزمل بدايتك النبية وانطلق، فخديجة في الباب هيأت القرى. ما كل ذي قلب يضل له هنا قلب، هنا ما لا يباع ويشترى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تنتقل الكلمة الآن لنتفيأ ظلال هذه الليالي الوارفة مع الأستاذ الدكتور رمضان محمود يونس، أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، فليتفضل. الحمد لله لا مضل لمن هدى، والصلاة والسلام على رسول الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا رب صل على النبي وآله. ما لاح برق في الأباطح أو خبا، يا رب صل على النبي وآله. ما اهتزت الأفلات في نفس الصبا، يا رب صل على النبي وآله. ما كوكب في الكون قابل كوكبا، يا رب صل على النبي وآله. ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما أحق وأوجبا. صلوا على من ظللته غمامة، والجزع حنى له وأفصحت الظبا. صلوا على من تدخلون بهجيه دار السلام وتبلغون المطلبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما أحلاك ذكرا في القلوب وأعذبا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما أزكاك في الرسل الكرام وأطيبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك منا توددا وتقربا. فاللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. أما بعد، أيها الأخ الكريم، في البداية انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فإني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير الأوقاف وإلى العاملين
بوزارة الأوقاف وإلى العاملين بوزارة الإعلام على هذا الجهد الرائع الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. أيها الأخ الكريم، لقد خص الله هذه الأمة المحمدية بخصائص جليلة وعظيمة، وإن المتأمل في هذه الخصائص يجد العجب العجاب لما حباه الله سبحانه لهذه الأمة عن غيرها. فرسولها أفضل الرسل، بل هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهي أفضل الأمم مصداقا لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وشريعتها تتميز بالسماحة واليسر والرحمة، وأعمالها وإن كانت قليلة إلا أن ثوابها أفضل من ثواب وأجر غيرها من الأمم، وأعمارها وإن كانت قصيرة إلا أن فيها خيرا كثيرا. فعوضنا ربنا بليال وأزمنة وأمكنة ومناسبات تتضاعف فيها الأجور، فهي أمة مخصوصة ومصطفى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويكثر في العشر الأواخر من رمضان من أعمال الخير ما لا يجتهد في غيره من بقية الشهور، وكان يخص العشر الأواخر بالمزيد من أعمال العبادة والطاعة والإقبال على الله عز وجل. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. ولعل الحكمة في ذلك أيها الأخ الكريم أنها تحوي بين لياليها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أعمال العبادة والطاعة في العشر الأواخر من رمضان لقرب انتهاء الشهر الكريم، والأعمال بخواتيمها، فمن ختم له بخير فقد أفلح ونجح، ومن ختم له بشر فقد خاب وخسر. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر من رمضان كما تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أو إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه، واللفظ لمسلم. فمن ذلك إحياء الليل بالعبادة والطاعة بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار والسعي في قضاء الحوائج والتعاون على البر والتقوى وغير ذلك من أعمال الخير والصلة. وإحياء الليلة على تلك الصفة من صفات المتقين، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إن قيام الليل من أجل العبادات التي تدخل الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل في حديث عبد الله بن سلام حينما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
رواه الإمام الترمذي في سننه. ومنها كذلك أيها الأخ الكريم قيام الليل، قال عنه سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال للناس: أرأيتم لو كان أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فصفر القيامة أبعد، فخذوا ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديد الحر غو لحر يوم النشور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، تصدقوا بصدقة ليوم عسير. ومنها إيقاظ الأغلي للمشاركة في قيام الليل وتلمس ليلة القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوقظ أمهات المؤمنين للعبادة والطاعة، فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. وتقول ابنتها زينب رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي من الشهر 10 أيام لم يزر أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. فإيقاظ الأغلي للعبادة والطاعة سبب من أسباب رحمة الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود في سننه. كذلك الاجتهاد في الطاعة بقدر المستطاع شكرا لله عز وجل على نعمه، وقدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، فكيف كان حاله في شهر الجد والاجتهاد في شهر العبادة والطاعة؟ ومن الأعمال أيضا شد المئزر، وهو كناية عن شدة عبادته صلى الله عليه وسلم، والمراد التشمير في العبادة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان طوى فراشه وشد مئزره واجتنب النساء وجعل عشاءه سحورا. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. ومنها الاعتكاف، ومعناه المكس في المسجد بنية مخصوصة على وجه مخصوص للانشغال بالعبادة والطاعة بعيدا عن ملذات الدنيا وشهواتها، والإقبال على الله عز وجل وحده. حق سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري في صحيحه. وتقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف المطلوب شرعا ليس معناه تعطيل مصالح البلاد والعباد، وإنما المقصود منه الزيادة في التقوى. فإن تعارض الاعتكاف مع تعطيل مصالح البلاد والعباد فتسيير مصالح البلاد والعباد أحق بالتقديم، لكون ذلك فرض وواجب، والاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض مقدم على السنة. كما أن العمل وتسيير مصالح العباد والبلاد عبادة وقربة لله تبارك وتعالى كالاعتكاف تماما. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. فكل من ولي أمرا من أمور البلاد والعباد وتحت يده مصلحة من مصالحهم يدخل في هذا التوجيه النبوي الكريم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى؟ وأي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، رواه الطبراني في معجمه. كذلك من الأعمال الدعاء، لا ننسى الدعاء في هذه الأيام العشر أيها الإخوة القرماء. أشار إلى ذلك قوله تعالى في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأرشد إلى ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والدعاء في العشر الأواخر من رمضان أشد استحبابا لعله يقع في ليلة القدر. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي في سننه. لا، في النهاية أيها الأخ الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين ويأس الطبيب. اللهم ارحمنا إذا محي اسمنا واندرس رسمنا. اللهم ارحمنا إذا وصلنا التراب وفارقنا الأحباب. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنيسنا في قبورنا، واجعله يا رب ظلا وتاجا على رؤوسنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل شر ووباء ومكروه وسوء.
اللهم احفظ مصر وأهلها من كل شر ووباء ومكروه وسوء، اللهم احفظ مصر وأهلها من كل شر ووباء ومكروه وسوء، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يقول صاحب الفضيلة مولانا الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: ليت المسلمين يعلمون أن صيام رمضان وأن الطاعة في رمضان وأن من عاش أيام رمضان كل هذه الطاعات هي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق إلى الله ليس قطع مسافات وإنما هو سقوط حجب. ليس السير في الطريق إلى الله بالأبدان ولكن السير بالأرواح. نعم، في هذه الليالي المشرقة بهذه الأنوار وهذه النفحات ومع هذه الابتهالات، والمنشد والمبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما، هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو سقيما هو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليك صلوا عليك وسلموا تسليما. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار، ما للوجود تعطرت أرجاء فالكون أين علي الورى أزهارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا فمحى الضلالة وجاهد الكفر فأرى، هتف الجماد مهللا ومكبرا فترى الغصون
الأشجار صلى عليك الله يا خير الورى صلوا عليه صلوا عليه وعظموا المختار. يا حبيبي يا سيدنا النبي أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشارقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. نصلي جميعا على سيدنا رسول الله فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى نوره فقلب دورا زاده ربي سرورا قد أتى في الكون نورا قبل خلق الله محمد صلى الله خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا تراها في ضياء من محمد صلى الله عليه وسلم فضله أما النواحي لضلال الكفر ماحي بالصحاري والبطاحي أشرقت أنوار محمد صلى الله روضة الهادي نبينا تسعد القلب الحزين أبشروا يا زائرين للحبيب الهادي محمد صلى الله منيت عيني بالرسول أراه
فسمعت قلبي يقول متى تلقاه لو كان سيدنا النبي لو كان رسول الله بيننا للزمته وخدمته بصباحه ومساه وهتفت في كل الوجود هذا حبيب الله هذا حبيبي والحياة فداه سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. إذا أردت الوصول فعليك بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن هذا الرحاب الطاهر من هذه الأنوار المحمدية في هذه المجالس وهي مجالس ذكر تتنزل عليها الرحمات وتحفها الملائكة وتتنزل على قلوب الحاضرين السكينة. عشنا هذه الليلة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويأتيكم هذا البث على شاشة النيل الثقافية من خلال هذا التعاون البناء ما بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام. دمتم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.